وده مين ده اللي هيبقى عايزني في ساعة الظهرية؟ بطلي لمضة ويلا يا سونا. جرأة يا ست الرئيسة، بالراحة عليا. مش كفاية السجن، هتبقي انتي والزمن عليا يا اختي. يلا يا اختي خلصي، عايز اخلص. طب استني يا اختي اطمن على البنات. شكله يا بنت هيطلع كرجون. زيارة شكلها خصوصي قوي يا مديرة. قال يا عادين يكفيكوا شر الجايين. طبعا الزيارات دي ما تجيش الا من العلاوي. يا اختي قولي يا رب، وانا اكره يا رب. بس خلاص خلصتي لت وعجن؟ يلا يا اختي قدامي، طلعتي روحي. طب يا اختي والنبي تقولي لي مين اللي مستنيني بره؟ طمنيني، الهي ربنا يطمن قلبك. تعالي قدامي قدامي وانت تعرفي. يلا أنا يا ست سونا، أكيد فاكراني. هو البهوات اللي زيكوا يتنسوا يا باشا؟ اقعدي. أنا جايلك لحد عندك عشان أعرف الحقيقة. حقيقة إيه يا باشا؟ وديتي فرح فين؟ قول هي اللي ودتني فين، مش أنا اللي وديتها فين. طيب ودتك فين؟ في 60 داهية رمتني الرمية اللي أنا مرمياها دي. برضو مش فاهم يعني إيه؟ أنت مش عارف أنا جيت هنا إزاي وليه؟ أنا مش شريك في اللعبة اللي عملوها معاكي. أنا عرفت طريقك صدفة، وعبال ما وصلت لك كانت فرحي اختفت وأنت جيتي هنا. طب وديك لقيتني يا أخويا، عايز مني إيه؟ عايزك توصليني الفرح. ما انا لو عارفه مكانها ما كنتش بقيت هنا. انت عايزه تفهميني انك انت هنا بسببها. سببها ولا بسبب غيرها مش فارقه، كل واحد. بس اكيد عندك سكه توصلنا ليها. سعاده الباشا انا مسجونه، يعني مش حره نفسي. واللي جاي لي من الدنيا اللي بره شوية هوا هربانين من شباك على قد كف الإيد. عن إذنك أنا مستعد أخرجك من هنا. تخرجني؟ أيوة، هجيب لك اللي يخرجك زي الشعرة من العجين، وتشمي الهوا اللي على مزاجك، بس بشرط واحد. وهو تعرفي لي فرح فين؟